عزاء، كي داير لاباس؟ بخير. غيوب هادي غبس عليكم، غير سمحوا لي وصافي، لان كنت شويه عيانه، كنتمنى ما تشوفوا باس. ايوا ودابا انا خارجه ندير لكم واحد بلوغ ثاني، نخرج نشوف شويه، ندور شويه في المدينه اللي كنسكن فيها انا. الله وعسى تعجبكم وتنال الاعجاب احسانكم. المهم انا خارجه دابا كنتسنى طوبيس الحافلة، من بعد ما يجي طوبيس غنشوف فيه طلعوا المدينة. هو ما مبعدش، لكن رجلي ضرني شوية، مشكيت عليكم وقلت نهز الطوبيس باش نطلع للسونتر ونصور لكم شوية السونتر، تشوفوا لي مخرج الجو زويون، الجو مشماش، ماشي بحال هاد تلت أيام كان البرد، درجة الحرارة وصلت لتسعود وسنون، والقضية كانت شوية حامضة، ما نقدرش نخرج حتى رجليا مع البرد. انا التغيير ديال الجو كيقطع لي على رجليا بزاف، وما تنقدرش ندير نخرج لك البرد، وكان البرد طاحت درجة الحرارة تسعود تحت الصفر، تسعود ماشي تحت الصفر تسعود، ولكن هي هذيك تسعود والله القسم الا ما نقول لكمش كيفاش كنحس رجليا، ما قدرتش نخرج بيهم. وزائد على هادشي كان هادشي اللي كاين. المهم بقاو معايا، انا غنركب دابا الطوبيس وبقاو معايا صافي، انا نطلع للمدينه، بقاو معايا. من نوصل الصون من باسيونس وانتم معايا. بما ان الجو اليوم صباح جميل، جو جميل وشاعري وسخون، كاع الناس اليوم خرجوا، واخا السيمانه اليوم الثلاث والناس خرجوا، حيت ثلاث ايام داز واحد الجو، قلنا صافي دخل فصل، صافي فصل الشتاء ولا وفصل الثلج، حقاش طاح في لي بيريني، طاح الثلج، طاح الثلج وقريب لنا لي بيريني، طاح قريب لنا غير بشي 60 كيلومتر، 70 الاول ديال لي بيريني ب 70 كيلومتر، وطاح الثلج، وداك البرد ديال الثلج اللي طاح في لي بيريني عرفتي جهنا، راه والله ما تسحبنا حنا غادي نرجع الا هذا، مازال ما شبعناش من الصهد. المهم واليوم خرج الجو زوين والناس خارجين كيتموسقوا وهذا الشيء، وبغيت نصور لكم واحد ستاتيو هنايا ديال سمو ديال ستاتيو، تي عنده واحد المعنى كبير بالنسبه لهاد المدينه اللي حنا ساكنين فيها، اللي هو ديال ديك الحفله ديالهم ديال الطوغو، اللي كيخرج الطوغو يجري في الزنقه، ماشي يجري في الزنقه، بينصر من العام الجاي ان شاء الله الا ما بقاش عندنا كورونا وقدروا يديروا الحفلات، راه نقدر ندير لكم لي بلوك في هذاك الحفل ديالهم ديال الطوغو، مع انهم عزيز عليهم وعندهم بحال شعار هذه المدينه، هو تيسميو ديك حفله سان فيرمين ديال 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 الطوغو، فيها واحد 8 ايام ديال الحفله اللي كيخرج كل نهار 6 ديال التيران مع 6 ديال تيران، دوك التيران الخايبين اللي زعما بحال كنقولو حنا جاهلين ديال خاصين غير بالجرة وبهاد الحفلات اللي كيلعبوا بهم دوك لي طوغيغو، دوك الرجال اللي كيلعبوا بالطورو في بلاصه واحد البلاصه. شنا نسجل لكم شي لقطات من التلفازه وندخلها لكم في البلوغ باش تفهموا علاش كنهضر. المهم هاد سميتو عليا هاد ستاتيو هادي عنده معنى كبير على هذيك لافيت هذيك اللي هي ديال لا فيستا دي سان فيرمين، لا فيت دو سان فيرمين، حفله سان فيرمين. سان فيرمين هو قلتي بحال قلتي الصالح ديال هاد المدينه اللي كيحكم، كيقولوا كيحكم هاد المدينه، هاد نافارا كلها هو ديال هاد المدينه اللي انا ساكنه فيها، ومع انهم عندهم حب كبير لهاد العالم ديال الطوغو، داكشي داروا لهم هاد الستاتيو هذا اللي هو هذا، شوفوا دابا نقلب لكم الكاميرا ونسجلوا لكم كله باش تشوفوا. شتيو يعني رجال كيجريو
ديفون لي طور هاد ثلاثه زعما كيسجلوا حتى لا سين اللي زعما كيفاش وقع ملي كيخرج الطور كيجري كيكونوا قدامه بعدا الناس تيجريو لابسين الابيض والاحمر كيكونوا تيجريو قدامه يعني هاد واحد لا سين داروها بحال ان ستاتيو باش يبينوا لهم كيفاش زعما كيكون هذيك هذا تيكونوا الناس كتجري ولي طورو دوك ستا ديال التيران الصحاح الواعرين اللي كيخوفوا كيكونوا ورا الناس يجريو وهانت تيداروا حتى بحال زعما راه الناس كطيح كما كيوقع النفس في الحفله كطيح الناس كيجي من فوق من الطورو كاين ماتوا حالات بزاف الناس ماتوا فهاد الولاد تيجي شباب كيجروا مع هاد مع الطغو ماتوا بسبب اما طيحه خايبه اما دخل فيه الطغو دخل فيه مثلا لو كورن ديالو داك القرن ديالو واما يعني ماتوا بزاف الناس في هاد الحفله هذه ماشي ماتوا كل عام تيموتوا لا ولكن زعما كاع ليستوار ديال هاد الحفل ديال هنا ديال بامبلونا كاين في واحد ليستوار كبيره انه بزاف الناس من يبدا عنده 100 سنه هاد الحفل من بدا هو الناس كتموت ما عرفتش شحال من واحد مات في ليستوار كلها ولكن كيموتوا الناس زعما وكيتجرحوا الناس كيتعوقوا الناس كاين بزاف الناس اللي كيجيو من على برا من غالزا دي زاميريكان دي فرونسي دي هولندي كاع دوك الناس الشمال اوروبا الشماليه كيجيو هنايا كيتسحبوا مراه كما سميت عليهم بانهم سهل تجري ورا الطرو هما الناس اللي مختصين مع الطرو راه كيكونوا تيترينيو على مدار العام كيترينيو باش من جهه الحفله هما يجيو قدام الطرو تيعرفوا لي تاكتيك كيفاش يجريو قدامه وكيفاش ما يشدهمش هاد الطرو المهم حنا شفنا شويه من هنا من هاد المعلمه ديالهم تاريخيه ديال 100 سنه عندها هاد المعلمه هادي ماشي عندها 100 سنه ليستوار اللي عندها 100 سنه ولكن هادو ما عندهم وقيله شي داروا هاد ستاتيو يلاه شي تقريبا شي 8 سنين 9 سنين ولا 10 سنين ما نقدرش نقول بالضبط شحال تاع الوقت باش داروا هاد ستاتيو وهاد ستاتيو عنده معنى كبير وهادشي علاش انا حبيت نوري لكم قلت علاش لا المتتابعين ديالي ما يعرفوش شويه على بامبلونا المهم احنا مكملين في الدور ديالنا وهاد الشارع هذا كيسميوه كارلوس تيرسيرو